كثير من الناس قد يعتقدون أو يظنون بأن الحاج بالرغم من كل المناسك التي يؤديها على الازدحام الموجود قد يشعر بخوف أو قلق في عملية الطواف أثناء الازدحام أو في السعي، يعني ازدحام في السعي وازدحام في الطواف وازدحام في عرفات وازدحام في المسير وازدحام في كثير من المواقع. والله تبارك وتعالى نجد من خلال ما نلمسه أن هناك كبارا في السن، يعني امرأة عجوز أو رجلا عجوز، ربنا تبارك وتعالى يعينهم في عملية الطواف، يمنحهم قوة فوق يعني قوتهم المتواضعة. وربنا تبارك وتعالى يمنح الإنسان المؤمن في تلك البقعة المباركة ما يدفعه ويعود بقوة، كما قلنا قوة إيمانية وقوة اجتماعية فضلا عن القوة البدنية التي يعطيه الله تبارك وتعالى لها. لماذا؟ لأنه بقناعته أنه يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، فبدنه يده عقله قلبه روحه كلها ملك لله عز وجل. الله ناداه فهو استجاب، فإذا فهو مفوض أمره إلى الله عز وجل. والله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه.